الجزء الأخير من جهاز الجي سي هو المقدرات أو الديتكترز. الديتكترز هي عبارة عن محولات في الأساس، ترانسديوسرز بتقوم بتحويل خاصية فيزيائية أو كيميائية معينة إلى كرنت أو فولتيج ممكن قراءتها وتفسيرها ثم عملية تحليلها. هذا الديتكتر هو اللي يستخدم ويوضع بعد الكولوم، بيقدم لنا نتيجة الفصل اللي حصلنا عليها، وبيقدم لنا إياها على شكل سيجنالز إحنا بنشوفها من خلال الكروماتوجرام على شكل بيكس. وبالتالي هذا الديتكتر إذا تم وضعه بعد الكولوم المركبات هاي، راح الديتكتر هذا يحاول يعمل ديتكشن لخاصيه فيزيائيه او كيميائيه محدده في المركبات الخارجي من هذا الكولوم، وبيحولها لالكتريكال سيجنالز. هاي السيجنالز بتتناسب بشكل طردي مع تركيز المركبات وكميتها في العينه. معنى هذا انه اذا قمنا بتحليل هذه السيجنالز بطريقه سليمه راح نحصل على معلومات معينه، معلومات كميه، معلومات نوعيه عن هذه المركبات. في الجي سي لازم تكون درجه حراره الديتكترز اعلى من درجه حراره الكولوم بحوالي 20 الى 30 درجه مئويه او على الاقل مساويه لها، لانه احنا هنا قاعدين نتكلم عن فصل المركبات اللي راح يتم حقنها على شكل فيبرز. مواصفات الايديال ديتكترز او المقدرات المثاليه في الجي سي اللي هي بتوقعي غير متوفره جميعها في وقت واحد في اي مقدر من المقدرات الموجوده حاليا، لكن تبقى هي صفات مرغوب انها تكون متوفره في الديتكترز. اولا انها تكون حساسيتها عاليه، بالذات طبعا لما نتكلم عن التريس اناليسز تحليل المركبات بتكون اللي بتكون تراكيزها جدا منخفضه، اذا لازم يكون الديتكتر حساسيته عاليه. اثنين انه تكون المقدرات او المقدر المستخدم ستيبل ونتائجه ريبروديوسبل، بمعنى انه يعطينا الان وبكره بعد ساعه بعد ساعتين بعد اسبوع طوال فتره التحليل يعطينا نتائج تكراريتها عاليه جدا، والا انا مش ممكن اكون واثق من النتائج اللي حصلت عليها اذا كان تقديره كل مره مختلف. من المواصفات المرغوب انها تكون في المقدر انها تكون استجابته للعينات سريعه، لانه احنا هنا قاعدين نتكلم عن مركبات بتجينا مفصوله من الكولوم، اوكي، بسرعات عاليه، بسرعه تدفق احيانا بتكون عاليه، بالتالي اذا ما كان المقدر سريع الاستجابه ما راح يكون في تقدير جيد للعينات، وبالتالي راح نفقد كثير من المعلومات النوعيه والكميه عن المركبات او عن العينات. برضو انها تكون ايضا المقدرات استجابتها قليله للفلو، للضغط، للحراره، للعوامل الثانيه الموجوده في الجي سي. اذا مهم جدا انه يكون المقدر استجابته عاليه للعينات واستجابته قليله للمتغيرات الموجوده في الجي سي زي الحراره والضغط وتغيرهم المستمر في عمليه في عمليه الحقن. الآن في عنا كثير كمان من المواصفات اللي المفضل إنها تكون بالديتكترز، لكن خليني أعلق على النقطة الأخيرة الديستركتيف والنون ديستركتيف ديتكترز. أحياناً بتكون خطوة من خطوات عملية التقدير إنه المقدر هذا يقوم بتكسير المركبات أو حرقها، وبالتالي هذا النوع من المقدرات بنسميه ديستركتيف ديتكتر. بالجانب الآخر في عنا ديتكترات بتقوم بتقدير المركبات، بتقيس الخاصية المطلوبة بدون ما تأثر على التركيب الكيميائي للمركبات. هاي المركبات بنسميها non-destructive detectors. يعني في عنا destructive detectors وفي عنا non-destructive detectors. ال destructive detectors بتكسر العينات، تحرقها، بتأينها حتى تقوم بعملية التقدير. أما non-destructive detectors العينات بتدخل على المقدر وبتخرج منها من غير الحاجة لعملية تكسيرها زي ما هي، الكيميكال ستراكشر بيظل زي ما هو. هنا ممكن نفكر بربط أكثر من ديتكتر بنفس الوقت في الجي سي. يعني مثلا ديتكتر زي الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتر، هذا المقدر ما بيقوم بعملية تكسير المركبات حتى يقوم بقياس الخاصية الفيزيائية المطلوبة، وبالتالي ممكن نركب بعده ديتكتر آخر. يعني ممكن نعمل
ديتكشن بمقدرين مش بمقدر واحد على التوالي، بس بشرط انه يكون المقدر الاول نون ديستركتيف ديتكتور، وهي فعلا طريقه موجوده ومستخدمه حاليا في كثير من الاجهزه. في عندنا انواع كثيره من الديتكتورز المستخدمه في الجي سي، منها ما هو شامل ويستخدم لوايد رينج اوف كومباوندز، ومنها ما هو يستخدم فور سبيسيفيك كومباوندز. لكن بشكل عام في عندنا اسلوبين لربط الديتكتورز بجهاز الاتش بي ال سي، منها بيكون الديتكتور نفسه يعتبر جزء من الجهاز، يعتبر قطعه من الجهاز زي الفليم ايونايزيشن ديتكتور والثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور اللي راح نتكلم عنهم. لكن هاي ديتكتورات زي ما حكيت بتكون مرتبطه مباشره، تعتبر جزء من اجزاء الجهاز. في عنا انواع اخرى من الديتكتورات بتكون هي اصلا عباره عن جهاز مستقل، جهاز قائم بذاته، بيكون الربط اونلاين بينها وبين جهاز الجي سي حتى نحصل على ميزاتهم الاثنين معا. هاي الطريقه في ربط الديتكتورز، او خلينا شوي نحترم هاي النوع من الاجهزه لان هي عباره اصلا مش ديتكتور، هي عباره عن جهاز مستقل بذاته. هاي الطريقه بطريقه الربط بنسميها الهاي فينيشن تكنيكس، هي موجوده في الاتش بي ال سي وبالجي سي وبطرق الكروماتوغرافي المختلفه. طبعا اشهرهم على الاطلاق مقدر مطياف الكتله، كمان راح نتكلم عنه باختصار او بشيء من التفصيل لاحقا. انا اخترت ثلاث الان من الديتكتورات المستخدمه، في الحقيقه هي اكثر الديتكتورات شيوعا واستخداما في الجي سي، هي الفليم ايونايزيشن ديتكتور والثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور من النوع الاول، والماس سبكترومتري ديتكتور من النوع الهايفينيشن تكنيكس. مقدرات اخرى زي الاي سي دي او الالكترون كابتشر ديتكتور والنيتروجين فوسفورس ديتكتورز، هاي في الحقيقه هي ديتكتورات خاصه تستخدم لسبيسيفيك كومباوندز. يعني على سبيل المثال الالكترون كابتشر ديتكتور بيستخدم للمركبات اللي فيها الكتروفورس، يعني الهاي الكترونيجاتيف جروبس مثل الهالوجينز والنيترايلز والنيترو جروبس، وهي موجوده كثير في بعض البستيسايدز والكلوروفلوروكربون كومباوندز. اما النيتروجين فوسفورس ديتكتور بيشبه كثير الفليم ايونايزيشن ديتكتور من ناحيه اليه العمل، لكن يستخدم حصرا للمركبات اللي بتحتوي على نيتروجين وفوسفور مثل كثير من البستيسايدز والازو كومباوندز. الان زي ما حكيت راح نتكلم عن 3 ديتكتورز بشيء من التفصيل. نبدأ في الفليم ايونيزيشن ديتكتور أو بالعربي مقدر التأين اللهبي. مقدر التأين اللهبي، هذا المقدر يعتبر بلا شك هو أكثر مقدر مستخدم في الجي سي، بنستخدمه بشكل عام في تقدير الأورجانيك كومباوندز. بيعتمد بالدرجة الأولى على حرق وتأيين المركبات، وبالتالي المركبات اللي ممكن نقدرها بهذا الديتكتور لازم تحتوي على كربون وهيدروجين، وبما انه في حرق للعينه اذا يعتبر من نوع الديستركتيف ديتكتور. اوكي، الان بالنسبه لتكلفته قليله، ما بيحتاج لسكيلز لتشغيله والتدرب عليه. من ناحيه الصيانه ممكن تنظيفه على فترات متباعده، او باسوا الاحوال تغيير الجت فيول اللي موجوده هون، او الفليم جت الموجوده في الفليم اللي في الديتكتور. عدا ذلك ما بيحتاج لاي صيانه، حساسيته عالية للمركبات العضوية، وهذا مهم بتحليل المركبات اللي المنخفضة التركيز اللي هي التريس أناليسز. اللينير ريسبونس له عالي، واستجابته الخطية للزيادة في تراكيز المركبات برضو عالية. هاي الميزة الاستجابة الخطية مهمة جدا في التحليل الكمي. كل هاي المواصفات جعلت منه أكثر الديتكتورات استخداماً. الآن هذا التأين اللي بيصير والكرنت اللي بينتج من عملية حرق المركبات العضوية بيتناسب طردياً مع عدد ذرات الكربون اللي في المركب. يعني بنشوف هنا بهذا الكروماتوغرام التوضيحي مركبات زي الفورميك أسيد والأسيتيك أسيد أو حتى الميثان، هنا كمان الانتنسيتي لها ضعيفة جداً في الأف آي دي، وبتزداد الانتنسيتي للمركبات للبيكات يعني بمعنى مع زيادة عدد ذرات الكربون الموجودة في المركب، زي ما بنشوف هنا في البروبان والبيوتان. هذا لأنه التأيين في الـ FID بيعتمد بالدرجة الأولى على درجة على عدد ذرات الكربون، ومفضل أنه يكون عدد ذرات الكربون أكبر حتى يكون الديتكشن أفضل في حالة
استخدام هذا المقدر. معناها المركبات اللي ما فيها كربون أو عدد ذرات الكربون فيها قليل، مثل كثير من الغازات النبيلة، الهيليوم والنيون إلى آخره، ثاني أكسيد الكربون، الغازات الموجودة في الجو، الأكسجين والنيتروجين، تقديرها لا يتم من خلال استخدام الـ FID طبعا بشكل مباشر، لكن ممكن نحتال على هاي المركبات زي ما شفنا في الديريفاتايزيشن ميثودز اللي موجودة. يعني ممكن نعمل تفاعل معين زي ما هو موجود هون لثاني أكسيد الكربون اللي ما ممكن إنه نعمل له ديتكشن مباشرة بالـ FID، نعمل له ديريفاتايزيشن ثم نقوم بتحليل الديريفاتايزد كومباوندز. المقدر الثاني نتكلم عنه هو الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور، او بالعربي مقدر التوصيل الحراري. هذا المقدر يعتبر شامل يونيفرسال، لكن بيستخدم بالدرجه الاولى لتقدير الغازات. اذا الاف اي دي ما بيستخدم لتقدير الغازات، الحل استخدام الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور. التي سي دي او الثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور بيقيس الفرق في التوصيل الحراري بين الغاز الناقل والكارير جاز، والغاز الناقل اللي جاي من الكولوم. اذا هو بيقارن، هو بيعمل عمليه مقارنه ما بين الكوندكتيفيتي الحراريه، الثيرمال كوندكتيفيتي للغاز الناقل لوحده، و بيقارنها بالكوندكتيفيتي اللي بتصير لما توصل المركبات محمله بالغاز الناقل. هذا المقدر يعتبر نون ديستركتيف، وبالتالي هذا بيجعلنا نفكر انه ممكن نربطه بمقدر ثاني للحصول على معلومات اكثر عن العينات من مقدرين بدل من مقدر واحد. بالنسبه للحساسيه واللينير ريسبونس للتي سي دي، بيبقى الاف اي دي افضل منه، لكن شموليه هذا المقدر واستخدامه لفيري وايد رينج اوف كومباوندز تعتبر هي ميزته الاساسيه. آلية عمله ببساطة، بيحتوي على فيلمنت. الفيلمنت هي عبارة عن سلك شعري مصنوع من فلز موصل للكهرباء، مثلا تنجستون فيلمنت، بتكون بداخل خلية، بداخل سل، بيتم تسخينها والتحكم بدرجة حرارة الفيلمنت من خلالها. بتقيس هاي الخلية المقاومة أو الريزيستنس، وبتقارن التوصيل الحراري للغاز الناقل مع التوصيل الحراري للمركبات اللي بيحملها الغاز الناقل لما تخرج من الكولوم. وبالتالي قيمة التوصيل الحراري للغاز الناقل عندها هي اللي راح تكون المرجع. وبما أنه طبعا معظم الغازات اللي لها توصيل حراري أقل بكثير من التوصيل الحراري للغازات الناقل اللي عادة نستخدمها في الجي سي مثل الهيدروجين والهيليوم. نعيد هاي النقطة بس، الآن الهيدروجين والهيليوم اللي معظم أجهزة الجي سي بتستخدمهم كغاز ناقل إلهم توصيل حراري أعلى بكثير من الغازات الأخرى، وبالتالي الفرق راح يكون في الريزيستنس عالي، وبالتالي هذا اللي بيعطيها أدفانتج وبيخليها إنه يتم القياس من خلال التوصيل الحراري، اللي كمان أيضا بتناسب مع تركيز المركبات، وبتكون هاي طبعا هي الإشارة اللي بنستخدمها لتحليل المركبات. هذا مثال بيعطينا الفرق بين التي سي دي والاف اي دي في تقدير مجموعة من المركبات. هاي الغازات المحقونة على التي سي دي ما ظهرت في الاف اي دي، زي ما حكينا الاف اي دي يستخدم للأورجانيك كومباوندز. برضو هنا الميثان الانتنسيتي له أعلى في التي سي دي من الاف اي دي، لكن الأورجانيك كومباوندز الاف اي دي افضل من التي سي. وكانه هذول المقدرين بيكملوا بعض. الاف اي دي للاورجانيك كومباوندز، المركبات اللي فيها كربون وهيدروجين، ويفضل انها تكون عدد ذرات الكربون فيها اكثر، عاليه كبيره، او التي سي دي اللي يستخدم لتقدير الغازات. ننتقل الان للموست باورفول ديتكتر في الجي سي، هو مقدر مطياف الكتله، الماس سبكترومتري. مقدر الماس سبكترومتري بيقدم لنا معلومات مهمه جدا عن المركبات، اهمها وزنه الجزيئي، الموليكولار ويت والماس سبكترم للمركب، وبالتالي بيصبح كثير من السهل التعرف على المركبات بشكل دقيق. اليه عمل اي مقدر مطياف كتله بتتكون من 3 خطوات، الخطوه الاولى هي تأيين المركبات وتكسيرها لايونات، الخطوه الثانيه هي فصل الايونات عن بعضها البعض، والخطوه الثالثه هي تقدير هاي الايونات. راح اعيد هاي الخطوات بس بشيء من التفصيل. الان المركبات اللي بتيجي من الجي سي من الكولوم بتدخل من خلال انترفيس مناسب له درجه حراره مش اقل من درجه حراره الكولوم النهائيه،
ثم بتدخل لمطياف الكتلة. الخطوة الأولى في مطياف الكتلة هي تأيين وتكسير المركبات لشظايا، بالتالي بنحصل منها على أيونات هذه المركبات والفراجمنتس. الأيونات هاي طبعا مشحونة، إذا ممكن نتحكم فيها كهربائيا بمساراتها. وحاليا هنا ممكن نحكي إنه في عندنا مجموعة كبيرة من أنواع التأيين المستخدمة في الجاز كروماتوغرافي وفي أجهزة الكروماتوغرافي بشكل عام، منها الهارد أيونايزيشن ومنها السوفت أيونايزيشن تكنيكس، أشهرها الإلكترو إمباكت والكيميكال أيونايزيشن والإلكترو سبراي أيونايزيشن وفي غيرهم كثير. في الخطوة الثانية بتم عملية فصل الأيونات هاي والشظايا بطرق كثيرة، أشهرها الكوادرابول والأيون تراب والتايم أوف فلايت تاف. وممكن هون يكون مطياف الكتلة مزدوج MS-MS، بحيث بتم فصل الأيونات واختيار الأيونات المطلوبة منها ثم تكسيرها مرة ثانية غير مرحلة التأيين الأولى هاي، ثم انتقاء الأيونات المطلوبة مرة ثانية. هذا التكنيك بيعني طبعا بدون أي مبالغة هذا من أكثر طرق التحليل كفاءة من ناحية الحساسية والانتقائية، الموست سيلكتيف والموست سنسيتيف تكنيك على الإطلاق. في الخطوة الثالثة بتم عملية تقدير لهاي الأيونات بمقدر، على سبيل المثال فوتو مالتبلاير تيوب موجود في نهاية هاي العملية، من خلال قياس نسبة الكتلة إلى الشحنة اللي بنسميه الماس تو تشارج ريشيو للمركب والشظايا الناتجة من عملية التكسير هاي أو التأيين. في هذا المثال إحنا بنقوم قاعدين بفصل مجموعة من المركبات، هاي المركبات تم استخلاصها من مخدر تم ضبطه. تحليل هاي العينة كان باستخدام الجي سي ماس. عمليا أول شيء بنقوم فيه هو محاولة ضبط ظروف الماس للظروف المثلى الاوبتيمم كونديشنز، من ناحية الفصل ومن ناحية الطور المتحرك سرعته من ناحية التقدير إلى آخره. الآن لو كبرنا هذا الجزء من الكروماتوغرام حتى نحاول نتعرف على هذول المركبين، الجي سي ماس بوفر لنا ميزة مهمة جدا في التحليل، هو إنه من الممكن بأي زمن من أزمنة من زمن الرن كلياته ممكن أشوف إيش السبيكترم أو الماس سبيكترم للمركبات الموجودة في هذه اللحظة، وبالتالي نشوف النتيجة بعد عملية التكبير هذه. وبالتالي لو أخذت المركب الأول اللي كان موجود في السلايد اللي قبل هذا، راح أحصل على الماس سبيكترم لهذا المركب. هذا المركب وزنه الجزيئي 149 وله شظايا أهمهم ال 109 و82 وال 67 وإلى آخره. الآن بالنسبة للميزة الثانية المهمة جدا في الجي سي ماس، في كثير من أجهزة الجي سي ماس في مكتبات أطياف libraries. هاي المكتبات بتكون ل ماس سبيكترمز لمركبات قياسية كثيرة جدا، كل مكتبة فيها 200,000 300,000 نص مليون مركب نقي قياسي تم قياس أو تم حقنها على الماس وقياس الماس سبيكترم تبعها وتخزينه في السوفت وير. وبالتالي ممكن احنا الان بعد عمليه معرفه الماس سبيكترم تبع هذا المركب او هذا البيك، نستدعي من المكتبه اقرب الاطياف شبها فيه. يعني على سبيل المثال هنا بعد ما تعرفنا على النتيجه هاي اللي في الاعلى اللي هي المركب هذا او الطيف هذا للمركب اللي في العينه الحقيقيه، قمنا باستدعاء هذا المركب. الجهاز او اللايبراري هاي بتعطينا مجموعه كبيره من البروبابيلتيز. يعني لو ناخذ اول بروبابيلتي، نسبه التشابه بين المركب اللي في العينه الحقيقيه ونسبه التشابه ما بين المركب اللي استدعيناه من خلال المكتبه، نسبه التطابق عاليه جدا. طيب 98% نسبة التطابق و8 بالعشرة. طيب بما انه نسبة التطابق عالية، وهنا بنلاحظ كمان مدى التوافق ما بين الفراجمنتس اللي بين المركبين النظري والعملي، هذا التوافق بيعطينا دلالة عالية جدا وانتقائية جدا عالية للمركب. الجدول هذا اللي على اليسار هي للبروبابيلتي اللي قدمت لنا اياها اللايبراري، والسبيكترم هذا هو اللي تم استدعائه من المكتبه.
اشهر المكتبات الاطياف المعروفه في مكتبه وايلي ومكتبه نست، في مكتبات لمركبات متنوعه، وفي مكتبات لمركبات يعني مركبات محدده زي مكتبه اطياف للبيستسايدز. المقارنه هنا ما بين التو سبيكترمز جائزه بسبب انه طريقه التأيين اللي تم استخدامها في الحالتين متشابهه عند 70 الكترون فولت وبطريقه الكترون امباكت. اذا بما انه المركب احنا حللناه على ظروف مشابهه للظروف اللي تم تحليلها في المركب اللي قامت الشركه نفسها بتحليله وتسجيل الماس سبيكترم للمركب القياسي او المركب النقي هذا، اذا ممكن احنا نستخدم هذه المكتبه في التعرف على 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 المركبات المجهوله من خلال هذه المكتبات. حسب نتائج الماس سبيكترم المركب الاول هنا طلع عندنا الكافيين، والمركب الثاني هو الكوكايين. الان حتى اتاكد بما لا يدع مجال للشك انه هاي المركبات فعلا الكافيين والكوكايين، ممكن اجيب مركبات الان نقيه من الكافيين والكوكايين واحقنها عند على احقنها عند نفس الظروف على الجهاز، واذا كان زمن استبقائها الريتينشن تايم لها متطابق عندها ما بدع او ما بيبقى اي مجال للشك انه هاي المركبات فعلا هي الكافيين والكوكايين. ميزه ثانيه ممكن احصل عليها هنا انه ممكن من خلال الماس سبيكترم كمان اعرف انه هذا البيك او هذا المركب بيور ولا مش بيور، نقي ولا مش نقي، يعني ممكن اجيب المؤشر تبع الماس واشوف الماس سبيكترم عند بدايه البيك وعند نهايه البيك وفي المنتصف. الان اذا ما تغير هذا الماس سبيكترم بيكون هذا البيك مركب نقي واحد، لكن اذا كان في تغير في الماس سبيكترم بين نهايه البيك ووسطه على سبيل المثال، بيكون فعليا هذا المركب هو عباره عن مركبين او اكثر، مش مركب نقي. هذا ملخص لاهم الديتكتورز المستخدمه في الجي سي ماس او في الجي سي بشكل عام، والمركبات المفضل استخدامها لكشفها في هاي الانواع من الديتكتورات، الفليم ايونايزيشن زي ما حكينا، الاورجانيك كومباوندز، الثيرمال كوندكتيفيتي يونيفرسال للغازات، الالكترون كابتشر للهالوجين كومباوندز الى اخره. لكن بدنا هنا ندرك انه هاي التطبيقات وهي ارقام الديتكشن ليميتس الموجوده هنا هي فقط بتعطي انديكيشن اولي لهاي الاجهزه وكفائتها، وكثير منها في حاله تطوير مستمر، وكل فتره بيتم ادخال تكنيكس جديده ومودز جديده طبعا على هاي الانظمه وبيتم تطويرها والى اخره. على سبيل المثال في عندنا في الماس سبكترومتري في عندنا عده طرق مختلفه للتأيين، منها ما هو هارد ومنها ما هو سوفت، منها ما هو هاي ريزوليوشن منها ما هو سوفت ريزوليوشن او عفوا لو ريزوليوشن، هاي ريزوليوشن ولو ريزوليوشن، وفيها ايضا مودز مختلفه من الـ من من القياس او من الاشياء المستخدمه او من الطرق المستخدمه في القياس، منها الفول سكان ومنها السنجل اين مونيتورينج، منها المالتيبل رياكشن مونيتورينج اللي بتعطي سنسيتيفيتيز وسيلكتيفيتيز ولينير رينج، كلها مختلفه عن بعض. وبالتالي احنا قاعدين نتكلم عن عدد كبير جدا من البارامترز اللي ممكن تحدد جوده التحليل وشكله النهائي. الان بعد هاي الجوله في اهم اجزاء الجهاز الجي سي، هذا ملخص لأهم العوامل اللي بتأثر بعملية الفصل والتحليل في الجهاز من لحظة الحقن إلى لحظة التخدير. نسردهم بس بشكل سريع. عوامل بتتعلق بالغاز الناقل، نوعه، نقاوته، سرعة تدفقه. عوامل تتعلق بالحقن، بطريقة الحقن، بسرعة الحقن، بحجم المادة المحقونة. عوامل تتعلق بالعمود المستخدم في الفصل، طوله، قطره الداخلي، نوع الطور المستخدم، سمك الطرق، الطور المستقر او الطور الثابت اللي فيه. عوامل بتتعلق بدرجه حراره الفرن ونوع الاليوشن المستخدم، زي ما حكينا في عندنا ايزوثيرمال وتمبريتشر بروجرامينج مودز. وبالاخير عوامل بتتعلق بنوع التقدير، نوع المقدر، حرارته، سرعه استجابته، حساسيته الى اخره. في نهاية هذا اللقاء حبيت أختم معكم المحاضرة بهاي الصورة. في نوفمبر 2011 أرسلت ناسا هذه المركبة الروفر اسمها The Curiosity Rover. هبطت هاي المركبة أو هاي الروفر على سطح المريخ في أغسطس 2012.
وبدأت هاي الروفر بجمع عينات وتحليلها وإرسال نتائجها للأرض. هاي الروفر فيها مجموعة كبيرة من الأجهزة، أجهزة الفحص والتحليل والقياس، فيها عدة مداخل للعينات، فيها مدخل من العينات اسمه سام انلتس، سام انلتس يعني سامبل اناليسيز ات مارس انسترومنت، اوكي، بمعنى جهاز لقياس وتحليل العناصر والمركبات، جهاز لتحليل تربة المريخ والهواء الاتموسفير الى اخره. هذه الصورة اللي هون مكبرة، صورة مكبرة لهذا السام انسترومنت الموجود بالداخل، اوكي، وهذا هون الانلت، والموجود هنا اللي عليه هذا هو بطل محاضرتنا لهذا اليوم، هو الجي سي. الجي سي هذا فيه 6 أعمدة مختلفة مربوطة بمقدر من نوع مطياف الكتلة. في النهاية شكرا لحضوركم واهتمامكم مرة ثانية، وبنتمنى أن نكون أفدناكم في ما تم تقديمه.